أنا ما ينبغي أن أضيع وقتا في سؤال لا يترتب عليه شيء. إن كان سبب الاحتلال نعم حماية مصالح، وإن كان سبب الاحتلال تنفيذ عقائد دينية، المهم أن علي أن أستعيد الحقوق. يعني تضييع الوقت في هذا شيء يسلكه أناس ليسوا من هذا البلاء في شيء، يعني ما هني موجعهم راس من الموضوع، لكن تعالوا حتى ندرس التاريخ اليهودي والصهيونية وما إلى ذلك. يا ترى إسرائيل دولة علمانية ولا دولة دينية؟ طيب الحاخامات شو موقفهم؟ ولا شو بدنا بهالكلام؟ نحن في مشكلة لازم نجتمع على حلها، ولازم نطهر الأرض من المغتصبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي، ذكرت العولمة والإرهاب هي مصطلحات قد وردت إلينا من الغرب، وهناك كثير من النظريات العلمية التي ترد إلينا أيضا، وهي مصطلحات خاضعة لدراسات استراتيجية في مراكز بحوثهم، لها أهداف تجند لها الوسائل كافة لتحقيق النتائج المرجوة منها. أين هي بحوثنا التي البحوث العربية والإسلامية؟ على سبيل المثال في الجامعات العربية، يعني ما هي المراكز التي تبوأ بها الدراسات في الجامعات العربية، يعني لصد مثل هذا الهجوم الذي يتمثل في غزو فكري للعالم الإسلامي؟ أنا أريد أن يعني تذكر لي أمثلة. قلت عن الإرهاب. نعم. وشو إيش كمان؟ العولمة. طيب، النظريات العلمية. غيرهم. شوف، يعني شو اللي بتقصده؟ الإرهاب، يعني ضعف قلنا ما الذي ينبغي أن نفعله لكشف هذه الخطة. والعولمة معروف ما هي العولمة، عبارة عن محاولة وضع العالم تحت إبط أمريكا الدولة القوية، وذكرنا ذلك. لا تسألني عن شيء لا أملك الجواب عنه. أنا قلت قبل عدة حلقات، في الغرب توجد مؤسسات للدراسات الاستراتيجية، بينما في عالمنا العربي إلى الآن لا توجد مع الأسف مؤسسات تعنى بالدراسات الاستراتيجية لأوضاع الغرب. يعني قلت هنالك مؤسسة ظهرت، وأرجو أن تكون نواة لأمثالها، وهي مؤسسة طابة في أبو ظبي. طيب، أما نسأل، حكيت هذا الكلام، فأنت الآن عم تسألني شيء أجبتك عنه قبل أن تسألني عنه. لا. نرجو بإيجاز بيان دور المال كوسيلة في الجهاد، وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مجمل الآيات أو كل الآيات إلا واحدة تقديم المال على الجهاد، على النفس، تقديم المال على النفس إلا بآية واحدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا لا أريد أن أبدد الرؤية أمام المشكلة الأساسية التي نعاني منها، وهي مشكلة التفرق، التشرذم. لاحظ، مشكلة عدم الاتصال بالله عز وجل، مشكلة عدم الالتفات إلى إصلاح البين، حديث عن فلسطيني أخوانا، هذه هي المشكلة. لما بدي يجي يتحدث عن مشاكل جزئية، شو بسكم ساويت؟ أنا بددت الرؤية أمام المشكلة الأساسية. ما بتشكل موضوع المال، ما بتشكل شيء أبدا. كثيرون هم الذين يستعدون لتقديم كل مالهم، بس إذا وجدت الثقة. ومتى توجد الثقة؟ عندما يجدون من يضع مصالحه الذاتية ودنياه تحت قدمه، ويتجه إلى ما يرضي الله عز وجل، ويستنزل النصر من عند الله. أنا أضمن لك أن هنالك من يقدمون لقمة الطعام التي هيئوها لأسرهم لهؤلاء الناس، لكن حل المشكلة الأساسية هو الضمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور، بالنسبة للأخوة في فلسطين، كان في تجربة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية ممثلة بالشيخ أحمد ياسين والرئيس عرفات. هذه التجربة أبداً ما وصلت للتصادم الحالي اللي بتشهده الساحة الفلسطينية بين الطرفين. فلماذا خلفاء الشيخ أحمد ياسين لم يقتدوا بالشيخ أحمد ياسين
في عدم الوصول إلى هذا التصادم بين الطرفين؟ أنت تضعني أمام أسماء وأشخاص، وليس من الحكمة أن نعالج الموضوع من خلال أسماء، لكن أنا أقول لك بمقدار ما يوجد في الساحة أناس مخلصون لله عز وجل، ربانيون، نعم، وضعوا مصالحهم كلها وراءهم ظهريا، الآخرون سيجدون الجسور التواصل موصولة موجودة والطرق معبدة، ولكن عندما يغيب هذا النوع من الرجال طبعا فقاقيع المصالح تظهر وتتجلى. وأنا أقول الذي يتغلب على هذا كله الجامع المشترك، كل الفئات اليوم في بينها جامع مشترك من الإيمان بالله، هذا الجامع المشترك ينبغي أن ننميه، تنمية هذا الجامع المشترك ضروري جدا، وهذا يقوم عبئه علينا نحن على أمثالنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوجد بعض الأوروبيين الآن المستشرقين الذين يقولون بأنهم يرفضون التثليث وأنهم لا يؤمنون بالتثليث أو بالثالوث، ويقولون أنهم مسيحيون جدد، فهل اتبعوا مذهبا جديدا في المسيحية، فهل نعتبرهم سائرين في طريقهم نحو الإسلام؟ أكيد، مادام يعني هاي خطوة سائرون في طريقهم إلى الإسلام أكيد. هلا مثلا ما يسمون بالمرمونز، هؤلاء بينهم وبين الإسلام يعني يمكن خطوة أو خطوتين، لأنهم يرفضون التثليث ويرفضون يعني الشخصية اللاهوتية لسيدنا عيسى، ويؤمنون بكثير مما يعني جاء به الرسل والأنبياء جميعا. أكيد أكيد هؤلاء يسيرون في طريقهم من الإسلام، لا، بل دعنا نقول كل الغربيين، الشارع الغربي يعني، يسيرون في طريقهم إلى الإسلام. القياديون نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية العصبية تقودهم، لكن الشارع الغربي يتهيأ للإسلام، والذي يقف نعم في طريقهم نعم للإسراع إلى الإسلام نحن. الصورة التي يتلقونها مع الأسف عن الإسلام بين الحين والآخر صورة مشوهة، صورة غير حقيقية، وكيف يخترقون هذه الصورة المشوهة ليقفوا على الصورة الحقيقية لا أدري، هذا شيء يعني يأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. هل يجوز شرعا لطائفة من المسلمين الذين يبررون انتماءهم إلى منظمة الحقوق الإنسانية بحجة أنها وسيلة من الوسائل لقمع الظلم في العالم؟ لا بأس، يعني إذا كان هنالك منظمة ترعى حقوق الإنسان فأنعم بها ولا مانع من دعمها، لكن مرة أخرى أقول منظمات حقوق الإنسان كثيرة، والمهم أن تكون هذه المنظمة متحررة عن الخلفيات غير مرتبطة. طيب، هنالك منظمات لحقوق الإنسان لا تشعر بكثير من المآسي التي تدور رحاها هنا وهنا وهناك، لماذا لا نسمع لها صوتا؟ فأنا أحذر من أن يعني يدعم أحدنا منظمة من هذه المنظمات في حين أنها منتمية في السر إلى صهيونية مثلا، إلى جهة أخرى. طبعا يعني في صور وفي حقائق، كثيرا ما تكون الصورة مختلفة عن الحقائق. طيب، تعالوا نختم هذه الحلقات كلها بدعاء نلتجئ به إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوج لقاءاتنا هذه وجهودنا هذه المتمثلة في كلامي وفي مناقشاتكم بالقبول والتأييد.